مساء الخير. هي الصورة اللي اتحطت في الثلاث صور كان ميشيل فوكو وجاك ديريدا وبرونو لاتور. والنهاردة هتكلم على برونو لاتور، بس أنا هتكلم على حاجة تانية. أنا هتكلم على مدرسة فلسفية جديدة جدا اسمها رياليزم سبيكولاتيف. المدرسة دي واحد من الناس المؤسسي المدرسة ده بيقول ان اهم فيلسوف عايش بالنسبة له وهو متأثر بيه جدا هو برونو لاتور. فانا علشان افهم المدرسة دي كنت لازم ارجع اقرأ برونو لاتور، وهو بيحدد المفكر ده بيحدد جزء معين في برونو لاتور، جزء من كتاباته معينة بيقول ان هو ده شكلت تفكيره، وهو واحد من مؤسس المدرسة اللي أنا هتكلم عليها. فأنا عشان أتكلم على speculative realism هتكلم على برونو لاتور، بس هكلمكم عن المدرسة بشكل عام. طيب، دي مدرسة ما لسه ما ترجمتش للغة العربية عشان هي جديدة جدا. بتسمى برضو post continental philosophy. دي تقسيم موجود في الفلسفة بعد الحرب العالمية الثانية، تقسيم بيقول اللي هي الفلسفة القارية والفلسفة التحليلية. ببساطة جدا الفلسفة القارية دي بتشير لقارة أوروبا باستثناء إنجلترا، والفلسفة التحليلية بتشير ده جغرافيا بتشير لإنجلترا وأمريكا. موضوعيا الفلسفة التحليلية مهتمة جدا بالمنظومة العلمية، ومهتمة جدا بتوفير الأسس الفلسفية اللي هتفسر إمكانية حدوث المنظومة العلمية. فهما دايما الفلسفة التحليلية مرتبطة بالمنظومة العلمية، وده حاجة طبيعية جدا عشان المنظومة العلمية منظومة ناجحة جدا يعني في القرن العشرين. كان لازم الفلسفة بتلعب الدور ده. في الفلسفة القارية الاهتمام أكتر باللغة، عشان بيقولوا إن اللغة بتسبق العلم، والاهتمام برضو في مدارس أخرى من أهمها برضو مدرسة الظواهرية أو phenomenology، مدرسة الظواهر. مدرسة الظواهر برضو في اعتقادات الفلاسفة ان هي بتسبق برضو العلم، الظاهرة بتسبق العلم. فهي المدرسة دي بيقال عليها post continental philosophy اللي هي ما بعد القارية، زي مثلا ما بعد الحداثة modernism و post modernism. فالترجمة المحتملة بقى، هتكلم على ترجمات محتملة. فالترجمة اللي أنا اخترتها يعني هي الواقعية التأملية. Okay. طيب تعالوا نبص على المدرسة دي، نبذة عن نشأة المدرسة. ثلاث كتب وأثرهما: ترجمة الأفكار الجديدة وانتقال المفاهيم، إيضاح لثلاثة مفاهيم وترجمتها المحتملة، برونو لاتور وقراءة دقيقة ونقاش وفتح الحوار. طيب، المدرسة speculative realism أو تسمى SR بدأت من حوالي 10 سنين. 10 سنين في الفلسفة ده زي ما تقول مثلا إن حاجة بدأت من ساعة مثلا. الفلسفة غير التكنولوجيا تماما، يعني مثلا الفلسفة بتتحرك مثلا كل 100 سنة. التكنولوجيا مثلا لو قلت لي حاجة بقى من 10 سنين، موبايل مثلا من 10 سنين ولا حاجة، يبقى خلاص كده مش موجود. في الفلسفة 10 سنين ده فعلا ولا حاجة. فهي مدرسة حديثة جدا أو جديدة، يعني مش بقى حديثة. هي برضو مدرسة نشأت على جزء كبير منها نشأ على الانترنت، يعني هي مدرسة نشأت في بلوجز أونلاين ما بين دكاترة في جامعات مختلفة في العالم. فبرضو أول مدرسة يكون جزء من نشأتها أونلاين. هي بتبدأ في يعني بتنشأ بقى لما في فلاسفة معينين، هم أربعة هم مؤسسين المدرسة دي: ري بريزر، آين هاملتون جرانت، جريم هارمن، وكوينتن ميسو. أنا هتكلم على 2 فقط منهم: جريم هارمن
وكوينتن ميسو. جريم هارمن انا كنت محظوظ ان انا اخذت درست مع تحتيه شويه, فهو من اي يو سي والاخر من اي يو بي. كوينتن ميسو بقى من مدرسه مرموقه جدا, مدرسه اللي هي فرنسيه, ليكول نورمال سوبيريور, لو تسمعوا عنها. دي مدرسه مدرسه عريقه جدا, ديريدا طلع منها, فهي طلعت اجيال فلاسفه. يعني مثلا جون بول سارتر طلع من المدرسه دي, ده كان جيل. وبعدين الجيل بعديه كان في فوكو, وبعدين بعد فوكو كان في ديريدا, وبعدين بعد ديريدا كان في حد اسمه ألان باديو وجيل دولوز. وبعدين الجيل بقى الجديد بقى اللي هم اللي هو كوينتن ميسو. برضو حاجه غريبه جدا في الفلسفه دي ان الاربعه عايشين, وجون لاتور عايش برضو. دي حاجه في الفلسفه برضو مش ما بتحصلش. يعني لما بنتكلم عن فيلسوف عايش, ده بنتكلم عن فلاسفه ماتوا, ويا ريت لو ماتوا من 1000 سنه مثلا. طيب ايه بقى المدرسه دي؟ تعالوا نخش في المدرسه نفسها. فقلت لكم كوينتن ميسو هو جاي من المدرسه اللي هي ليكول نورمال سوبيريور دي, وهو كاتب كتاب هو الكتاب المحوري بقى في المدرسه دي. كلهم بيتكلموا على الكتاب ده ويبتدوا بقى يفكروا من خلاله. فالكتاب ده بيناقش, هو المدرسه دي بتقوم على حاجه, ان هما كل الناس اللي في المدرسه دي ضد حاجه اسمها correlationism. دي بتظهر في الكتاب ده اللي هو كوينتن ميسو ابري لا فينيتود. طب ايه, تعالوا نبص بصه قبل ما نبص نظره على الثلاث كتب دول, تعالوا نبص على correlationism. طيب correlationism كترجمه بقى هي في مثلا في الماثيماتكس فيها اسمها correlate, صح؟ ان حاجه تكون مربوطه بحاجه تانية, فهو ممكن تقول الارتباطيه مثلا, دي ترجمه محتمله. برضو فيها كلمه relation, صح؟ فهي فيها علاقه, بس الكورليشن او مختلفه عن الريليشن في ان في طرفين, والطرفين دول مرتبطين هما الاثنين ببعض, وارتباطهم ببعض ليها دعوه بتعرفهم. يعني ما ينفعش يكونوا مش مربوطين ببعض. طيب تعالوا ما نتكلمش نظري. هو بيقول the idea according to which we only ever have access to the correlation between thinking and being and never to either term considered apart from the other. الفكرة التي تنص أننا محصورين في العلاقة بين التفكير والوجود, ولا يتم اعتبار أي من المصطلحين منفصلين عن الآخر. طيب يعني الكلام ده, يعني الواقع اللي انا شايفه ده دايما مربوط بالوعي بتاعي بالتفكير. كوينتن ميسو بيقول انها خاصه بالفلسفه القاريه بشكل عام. الفلسفه القاريه بشكل عام من وقت ايمانويل كانت, وهي محصوره في التفكير ده. يعني مفيش وجود للاشياء مستقله عن وعينا لها, تمام؟ في بقى في الاطار ده في بقى ناس متطرفه او راديكال شويه زي بيركلي مثلا, اللي هو يقول لك هو كله اصلا الوعي بتاعنا عن الاشياء, ما في الاشياء دي مش موجوده غير بينا. وفي ناس تقول لك لا هي موجوده بس احنا ما عندناش اكسس ليها. احنا الاكسس لينا دايما في خلال وعينا بيها. طيب فهو وإيمانويل كانت ممكن أقول حاجة بسيطة عنه, علشان هو كل الفلسفة القارية دايما في التراديشن بتاعت إيمانويل كانت. يعني لازم يكونوا يقولوا حاجة على إيمانويل كانت أو على ديفيد هيوم, هما دول الشخصين المحوريين في السرد التاريخي بتاعه. إيمانويل كانت, نرجع مثلا في كتاب نقد العقل النظري, تمام, The Critique of Pure Reason,
فأول chapter بيتكلم على المكان والزمان، فبيقول إن المكان والزمان مش حاجة موجودة برانا، هي حاجة ليها دعوة بالstructure أو هيكل المخ نفسه. دي الحاجة اللي بتمكننا إن احنا نشوف الأشياء بره. فمثلا المكان ده ممكن أشيل منه ناس أو ممكن أشيل منه كراسي، دول objects صح؟ بس المكان دايما هيفضل، بس ما ينفعش اشيل المكان. هو المكان حاجه ليها دعوه بالطريقه اللي انا بشوف بيها العالم. هو المصطلح بقى الفلسفي اسمه ابريوري، يعني هو قبل التجربه، قبل ان انت تشوف الدنيا في زي ارضيه كده في مخك بتقدر انت من خلالها بس تقدر تشوفها، وده بينطبق للمكان والزمان. ودي كانت حاجة معروفة جدا بالنسبة لإيمانويل كانت، قصدي معروفة انها يعني حاجة جديدة وقتها، وهي بدأت موضوع النقد ان هو ان انت ما ينفعش تتكلم على الدنيا كده فكحاجات موجودة برانا وتكلم عليها بأوبجكتيفيتي، انها أوبجكت كده موجودة، ما ينفعش نعمل الموضوع ده. عشان تبقى كريتيكال لازم تعرف ان اي حاجة بتبص عليها مربوطة بمنظورك ليها، مربوطة بالوعي الإنساني، مربوطة بالهيكلة بتاعت المخ نفسه. فهو ده اللي بدأ موضوع ان ده الكورلت ما بين التفكير والوجود. فكوينتن ميسو بيقول ان ده السرد بتاع الفلسفة القارية، تمام؟ وبيقول بقى طب ليه دي مشكلة؟ صح؟ عادي، يعني ايه المشكلة في الموضوع ده؟ قال لك المشكلة، وده بقى في بداية كتابه أبقيلا في اليوتيوب، بيقول لك في مشكلة أساسية ما بين الفلسفة والعلم دلوقتي، إن الفلسفة مش قادرة تتكلم، أو الفلسفة القارية مش قادرة تتكلم على أشياء قبل الوعي الإنساني أو بعد الوعي الإنساني. يعني مثلا الفلسفة تقدرش تتكلم على الديناصورات مثلا، الديناصورات دي موجودة قبل الوعي صح؟ قبل الإنسان، وما تقدرش تتكلم على بعد الإنسان لما يموت. برضو العنوان فينيتيود، الفناء. فمع إن المنظومة العلمية عادي جدا تتكلم لك على الديناصورات وتتكلم لك على والفضاء والبداية قبل المعرفش إيه، طب إزاي بقى لو إحنا في الفلسفة القارية عندنا الارتباط ما بين التفكير والوجود ده او الوعي والوجود، يبقى احنا كده مش هنعرف نتكلم على حاجات قبل الانسان ولا بعد نهايه الانسان. فده بيحدد او قفل الافق. ها، فبيقول لازم نخرج بره الكورليشن. طبعا الخروج من حاجه زي كده ما هياش حاجه سهله، يعني انت مهما يعني جي جاك مثلا ده برضو فيلسوف معاصر بيقول في الفيديو بتاعه مثلا، هو ما بيقولش ان الديناصورات مش موجوده، بس بيقول مثلا ان الديناصورات موجوده لما احنا بنشوف العظم بتاعها فبيبقى ليها وجود بالنسبه للانسان. طب تيجي تقول له طب هما الديناصورات طيب موجوده، كانت موجوده طيب من غير ما يكون في انسان يكتشف ان في عظم للديناصورات؟ فما يردش، يقول لك لا، يعني احنا برضو مفهومنا الديناصورات له دعوه بالعظم اللي احنا بنشوفه، وتكويننا الفكري له للديناصور، فاهم يعني. فدي مش دي اشكاليه، فهو عايز يطلعوا بره. واللي بيخص بقى المدرسه دي كلها انهم عايزين يطلعوا بره، او هم ضد موضوع الكورليشن. والكورليشن ده له دعوه برضو ان انت بتحط الانسان او الوعي الانساني في المركز. فهم بيحاولوا يبتدوا يبصوا على الاشياء بقى، طب نفترض ان الوعي الانساني ده مش هو المركز، نفترض ان في كل الاشياء هنحطهم على نفس المستوى، تعالوا نحاول نفكر في الطريقه دي. فبيحاولوا يفككوا شويه حاجات كده. ده اسلوب. الاسلوب الثاني ان هم بيحاولوا يمسحوا العلاقة، وده اللي بيقول لاتور، ما بين الكالتشر والنيتشر. دي حاجة موجودة، بس بيقول لك طب ما هو الكالتشر ده ما هو جزء برضه من النيتشر، يعني artificial
distinction. فده زي ما قلت لكم كوينتا ميسو أبخيلة في اليوتيوب ده أهم كتاب. The Quadruple Object واحد من الكتب اللي ترجمت للغات كتيرة جدا منها الياباني بس مش العربي لسه. ده بتاع جريم هارمان وبيتكلم على فكرة تانية موجودة في الواقعية التأملية. الفكرة دي هي overmining and undermining. تمام؟ برضو دي مش مترجمة ف يعني لو عايز تبص عليها overmining هو mining يعني التعدين أو استخراج المعادن من الأرض و over و under فوق وتحت ماشي يعني بس ايه هو معنى بقى المصطلح نفسه. جريم هارمان بيقول ان العقل الانساني تمام او في نزعه كده ان احنا اي حاجه بنبص عليها بنحاول نعمل حاجتين او بنتجه دايما لحاجتين، يا بنصغرها لمكونات اصغر من ما هي. هنقول مثلا المعهد السويسري ده عباره عن في بني ادمين وفي لغه فرنسيه وفي كراسي وفي طوب برضو وفي ما اعرفش ايه، فتبتدي تجزئه لحاجات اصغر منه وتقول ان هو ما فيش حاجه اسمها معهد فرنسي، هو في بس مكونات للمعهد الفرنسي اللي بتعمل معهد فرنسي اسمه undermining. overmining ان انت تقول مثلا ان لا المعهد الفرنسي ده جزء من معاهد فرنسيه اخرى موجوده في العالم كله وده له مربوط برضو بالدوله الفرنسيه ومربوط بعلاقات ما اعرفش ايه، فتبتدي تقول برضو ان هو مالوش برضو وزن بذات نفسه عشان هو جزء من حاجة اكبر منه. حل؟ وده عموما الاتجاه بيقولك النزعة التفكير دايما بتروح لك كده، يعني مثلا حتى نرجع مثلا تبص على الترابيزة فتقول لا هو مفيش ترابيزة، الترابيزة دي معمولة اصلا من ذرات صح؟ اتمز مختلفة كتيرة جدا وهي دي اللي بتعمل الترابيزة وبعدين نكتشف وبيقول لك ان السكتين دي نقطة بقى ان السكتين ما لهمش نهاية، يعني نبتدي دايما هنكتشف ان الاتمز دي فيها كوارتز وفيها سب اتوميك بارتيكلز والسب اتوميك بارتيكلز في حاجات اصغر منها وكل ما العلم يتقدم نبتدي نشوف حاجات اكتر صح؟ نانو تكنولوجي ما اعرفش، نبتدي ندخل اكتر ونشوف المكونات الاولى بقى اصغر حاجة بتكون ال او بتخش في فكره ثانيه تقول مثلا لا هو الترابيزه دي اصلا اتس فورم هي صوره هي الترابيزه دي في فكره الترابيزه مثاليه مثلا فكره افلاطوني مثلا فكره الترابيزه مثاليه موجوده في مكان ما تمام وكل الترابيزات اللي موجوده حوالينا دي هي صورة مشوهة مثلا من الترابيزة اللي موجودة فوق، فانت عملت كده ايه؟ انت برضو ايه؟ طلعت. فهو بيقول احنا عايزين بقى نشيل النزعتين دول ونبص على الاوبجكت كاوبجكت بس، ما نصغروش ما نكبروش، كل اوبجكت في ذات نفسه تمام؟ وبعد جريم هارمان بقى بيزقها كمان، يعني ما بيقولش بس ان هو ان الاوبجكتس دي مثلا بني ادمين مثلا او مثلا بني ادمين وحيوانات او بني ادمين حيوانات وزرع، لا بيقول انها برضو جماد، مش بس كده بيقول برضو ان الاوبجكت ممكن تكون فكره، ممكن تكون فكره الفرنش انستيتيوت ده اوبجكت ما هوش اوبجكت حقيقي صح بس هو اوبجكت European Union object. Unicorn object. ده مش موجود أصلا. صح؟ ده يعني تخيل حصان ده object برضو. فده الاتجاه بتاع جريم هارمان وكل object بقى له أربع جوانب مختلفة. في جانب عقلاني ظاهر ليك وفي جانب عقلاني خفي وفي جانب حسي ظاهر ليك وفي جانب حسي خفي وانت بتتعامل مع الاوبجكت او مش انت بقى كل الاوبجكتس بتتعامل مع بعض على نفس المستوى وكل اوبجكت ليها الاربع جوانب دول. طيب تعالوا نروح لبرونو لاتور. برونو لاتور بقى الـ overmining و undermining ده فكرة جت من
جت لجريم هارمان من قرايته لبرونو لاتور. برونو لاتور عنده كتاب اسمه ليميكروب مايكروبس وور اند بيس، الميكروبات الحرب والسلام، الترجم بالفرنسي ل اللي هو بالانجليزي للترجم باستورايزيشن اوف فرانس نسبه للوي باستور. وجريم هارمان بيتكلم على برونو لاتور، هو عمل كتاب على برونو لاتور اصلا اسمه برنس اوف نتوركس، وهو بيقول ان هو فيلسوف عباره عن علاقات الاشياء فقط، ريليشنز كل حاجه ببعض، مالوش دعوه بقى بالاوبجكتس نفسها، كلها دعوه بعلاقات الاشياء ببعضها البعض. وده كتاب ده بتاع ميسو ابخيله في اليوتيوب. طيب برونو لاتور عنده تشابتر في الكتاب ده، لما جريم هارمان كان بيعمل الكتاب على برونو لاتور كلمه. هو برونو لاتور برضه سوسيولوجيست، ها مش معروف قوي كفيلسوف، واشهر حاجه معروف بيها هي حاجه اسمها اكتر نتورك ثيوري، حاجه في السوسيولوجي، ثيوري في السوسيولوجي. فهو مش فيلسوف اولا، هو سوسيولوجيست اولا وبعدين فيلسوف ثانيا، او يعني ده الناس بتبص عليه كده. فجريم هارمان ساله قال له طب انت بالنسبه لي اكتر فيلسوف عايش. انا قال له طب يعني ايه رايك، اقرا ايه في قرايتك علشان افهم لب الموضوع او لب فكرك فين او الافكار الاساسيه. فقال له اقرا Pasteurization of France Chapter 2 Irreductions. Irreductions ده بقى chapter برضو الكلمه كلمه جديده، يعني كلمه برضو coined term، يعني كلمه هو عملها. انا لسه مش عارف اترجمها لايه. انا ترجمتها غير قابل للتجزؤ. طب هي اصلا معناها ايه؟ كلمه reduce، صح؟ reduce اختزال افندم، ساعات بيسموها اختزال، reduction of something اختزال. تمام. انا لقيت الكلمه دي برضو اختزال، بس حسيت انها ليها دلالات سلبيه. وهو ما بيتكلمش انها ليها اي دلالات سلبيه، ودلالات ليها ليها بعد اخلاقي كده، صح؟ يعني فيها يعني او دي الدلالات اللي انا مستشفها من الكلمه نفسها بسبب استخدامنا ليها. ما الكلام الكلمه بتكتسب معناها من الاستخدام، صح؟ بتكتسب دلالات وبتفقد دلالات. فاختزال دايما افتكر بالانجليزي embezzlement برضو بتترجم لاختزال، وembezzlement يعني بتختزل بقى فلوس وكده، صح؟ ان انت دايما بتتجه في الاتجاهين دول، الاتجاه بتاع ان انت بتختزل الاشياء لمكونات اساسيه، او مكونات هي الاساسيه اللي بتكون الشيء نفسه. ولو مشينا في السكه دي برضو هي نفس السكه اللي هي جريم هارمان بيتكلم عليه، ان احنا هنفضل نريديوس ستاف تو ستاف ذات سمولر اندرماين. بس برضو في الحته الثانيه هو بيقول لك ان مش مفروض نعمل العكس برضو. فهو اخذ الكلمه دي ريدكشن وهو سماها اوفر مايننج اند اندرماينينج، تمام؟ ليه مفهومه ليه؟ طيب تعالوا نبص على طب الترجمه دي اصلا الواقعيه التامليه رياليزم. هم سموا المدرسه هي اطلقت المدرسه قالوا عليها بوست كونتيننتال، وبعدين قالوا لا مش عايزين نسميها بوست كونتيننتال، عايزين نسميها سبيكولاتيف رياليزم. طب ليه عايزين يسموها رياليزم؟ قال لك ان رياليزم او الواقعيه حاجه عمرك ما هتلاقي فيلسوف قاري واقعي، يعني مؤمن بالواقعيه، الواقعيه ان الاشياء ليها استقلال بعيدا عن الوعي، الحاجات موجوده حوالينا احنا بس بنعرفها، مش هتلاقي المنظور ده. العلم مثلا بيبص على الحاجات كده على طول، الحاجات موجوده
واحنا بقى هنعمل بقى تجارب عليها ونشوف الناتج ايه. بس بيقولوا تاريخ الفلسفة القارية كان عمر ما تلاقي حد رياليست، والإكستريم بتاعه عشان هما دخلوا في موضوع اللغة، والإكستريم بتاعه هو ده غذاء برضو، فهم ان هو بيبتدوا يفككوا كل حاجة ويقولك ان الواقع ده مبني على مثلا social constructivism، مفهوم لتركيبة اجتماعية إلخ. فهم قالوا لا، احنا عشان نعمل النقلة للفلسفة القارية فهنسميها realism. هل بس جريم هارمن بيقول it's a weird kind of realism. ليه بقى weird؟ عشان هي في واقع برانا، وده اللي عايزين يوصلوه له صح، عشان لو في واقع برانا يبقى ممكن نتكلم على الديناصورات مثلا صح. لو ما فيش واقع برانا يبقى احنا دايما هيبقى العلاقة بين الوعي وال او التفكير والوجود. بس بيقول لك الواقع ده ما هوش واقع دمه تقيل، يعني ما هوش واقع كده مفهوم 100%، هو فيه جانب خفي زي اي حاجه فيها جانب خفي. فهو بيدي مثال مثلا بيقول لك لما النار بتحرق القطن، طيب هي مش النار كلها اللي بتحرق القطن كله، هي في حاجه في النار بتحرق حاجه في القطن، وفي حاجه في النار بتنسحب مش ما بتحرقش القطن، وفي حاجه في القطن بتنسحب. فمفيش حاجه اسمها النار بتحرق القطن. اي اوبجكت له جانب حسي وله جانب عقلاني وله جانب فعشان كده هو speculative. طيب تأمليه برضه انا مش مقتنع قوي بالترجمه دي، يعني كان تنظيريه، كان برضه اقتراح من الجروب عندنا في الـ MA. speculative يعني خد بالك برضه speculative بالنسبه للفرنسويين برضه هم كل حاجه ممكن تكون speculative، يعني ممكن هم يبقوا speculative about مثلا ما عندهمش مثلا حدود مثلا دينيه مثلا على هيتاملوا في ايه. يعني التامل مش هيكون تامل مثلا الهي، لا هو نوع speculation يعني اللي هو منفتح ل ان اي حاجه ممكنه. ها ففي الافق اوسع شويه بالنسبه. اعتقد ان التامل ليها برضو بسبب التاريخ ليها برضو كده جانب مش واسع زي كلمه speculative في رايي يعني شخصي. ده جزء من كتاب رول ناتور، انا اسف لو انتم مش عارفين تقروا. دي ترجمه برضو انا حاولت اعملها للريدكشنز اللي هو الشابتر اللي بيقول ان هو ده في لوب الفكر بتاعه. فهو بيبدا بيقول تستقبل الدراسات حول العلوم والمجتمع مثل الوارده في هذا الكتاب دائما بشكوك. يؤكدون النقاد ان العلوم الطبيعيه لها خصوصياتها بعيدا عن تفسيرات العلوم الاجتماعيه. بعد التعرض لمده سنوات طويله لهذا التشكيك لاحظت ان مصدر الشك ليس نابع عن عدم وجود الدراسات التجريبيه، ولكن هذا صحيح الى حد ما. فاصل جذور الاسباب تقع في جدالات فلسفيه حول طبيعه المعرفه والقوه knowledge and power. مع العلم أن الدراسات التجريبية ليس قادرة إلا على خدش أسطح معتقداتنا عن العلم، فقررت الانتقال من الأسلوب التجريبي إلى الأسلوب الفلسفي كما نصحنا ديكارت في أن نمضي بضع ساعات في السنة في ممارسة الفلسفة. بعد أن اتبعت الأسلوب الفلسفي اكتشفت ما يبدو لي للإفتراضيات الأساسية التي يقتنيها الذين يمثلون هذا التشكيك. هذه الإفتراضيات تنص أن القوة والعقلانية مختلفتان في طبيعتهما النوعية. Knowledge and power are different in kind. لا يمكن أن يبسط الحق إلى القوة. تبنى جميع نظريات المعرفة على هذا الافتراض. طالما هذه الافتراضية قائمة
تبقى جميع الدراسات الاجتماعية للعلوم قاصرة وتلام على تجاهل أهم معالم العلم. كان يبدو الأمر لي في البداية عبثيا شبيها بالتشكيك في افتراضية يوكليد المسلمة على الخطوط الموازية، ولكنني بالرغم من ذلك قررت النظر إلى شكل المعرفة والقوة إن لم يتم التمييز بين العقلانية والجبر. جبر فورس. هل ستقع السماء على رؤوسنا؟ هل سنجد أنفسنا غير قادرين على التقييم العادل للعلوم؟ هل سندعم الفجور؟ أم سنتجه إلى صورة للمجتمع والعلم غير قابلة للتجاذب؟ هو هنا يعني يمكن يشير ليوكليد، معرفش لو عارفين عن يوكليد، أعتقد هو كان في مصر، هو قبل سقراط. يوكليد عنده كتاب مهم جدا اسمه Elements، وهو في في مفاهيم زي رياضية. فالمفاهيم الرياضية دي قعدت فوق 2000 سنة تقريبا محدش نفاها. وبعدين في القرن 20 كان في اللي هو بيسموه the fifth postulate، اللي هو بيقول لك لو في خطين موازين لبعض عمرهم ما هيقابلوا بعض. اوكي، ففي القرن 20 في حد طلع رياضي واثبت ان المعلومه دي مش صحيحه، عشان انت بتبص على الحاجه بس ك 2 دايمنشن، ف 2 دايمنشن تمام، بس لما بتدخل ال 3 دايمنشن يبقى انت عندك كيرفتشر معين هيحصل، يبقى وقتها الخطين دول ممكن يتقابلوا. بس يعني ماشي، مش هي دي اللي هي دي النقطه، ان هو اللي بيحاول يقول ان هو بيحاول دلوقتي يعمل حاجه راديكاليه، زي ان انت تشكك في حاجه مسلمه. انت كلنا عارفين، يعني كلنا عارفين طبيعه القوه مختلفه عن طبيعه العلم، والعلم له ما بين، يعني مفيش حاجه ليها دعوه ان انا لو انا مؤمن مثلا، او لو انا عندي قوه، قوانين نيوتن ما هتتغير، مفهوم تتغيرش، صح؟ قوانين الطبيعه زي ما هي، صح؟ فيعني ايه، يعني ايه بقى ان انت تشيل الفرق ما بين العلم والفورس والقوة. النقل بين الفلسفة التجزئية والفلسفة غير قابلة للتجزؤ شبيهة إلى حد ما بما حدث لروبنسون كروزو عندما التقى مع فرايدي. أشير هنا للنسخة الأصلية للأسطورة، وليست القصة ديفو، ولكن تبدأ قصته مثل قصة ديفو، ولكن في نصف الرواية فرايدي يفجر بإهمال مجلة البارود، وكروزو يجد نفسه عاريا مثل ما كان عليه اليوم الأول الذي وصل على الجزيرة. للحظة يفكر كروزو في إعادة بناء حظيرته وقوانينه والتدابير الانضباطية، ثم يقرر أن يتبع فرايدي ويكتشف أن الآخر يعيش على جزيرة مختلفة تماما. هل يعيش فرايدي كالهمجي الكسول؟ لا، لأن الهمجية والكسل يتواجدون فقط مقارنة بالنظام الذي فرضه كروزو على الجزيرة. يعتقد كروزو أنه يعرف أصل النظام، الإنجيل، الالتزام بالوقت والانضباط، سجلات الأراضي ودفاتر الحسابات. فرايدي على عكس ذلك ليس عنده نفس اليقين حول التمييز القاطع بين القوة والنظام. يعتقد كروزو أنه يستطيع التمييز بين الجبر والعقلانية، وبسبب ذلك يشعر كروزو بالوحدة، بينما فرايدي لديه خصوم وحلفاء وخونة وأصدقاء مقربين ومجموعة كبيرة من الإخوة والأصحاب، ولكنه هو فقط الذي يحمل اسم الإنسان. يشعر كروزو بوجود نوع واحد من الجبر، بينما فرايدي يشعر بأنواع متعددة منه. بدلاً من أبدأ طريقي الفلسفي بثورة كوبرنيكية تتضمن تبسيط الجزيرة لإرادة كروزو،
سوف أبدأ من منطلق فرايدي وأطلق الأشياء حرة غير قابلة للتجاوز. هكمل آخر باراجراف. لاقتناء هذا المنظور يجب أن أترك أي أفكار مسبقة حول مكونات القوة، فأحجامها وأشكالها متعددة، بعضها شريرة ومتعلقة بالسحر شياطين، البعض الآخر قوة أرستية الطبع وتحاول إدراك الأشكال الداخلية. يوجد أيضا قوة ملوثية وداروينية التي تريد دائما نفس الشيء، وإن لم يكن لوجدت قوات أخرى جشعت وزنها لغزت القوة الملوثية والداروينية العالم كله. وهناك القوة النيوتونية التي أيضا تريد نفس الشيء دائما سارية في اتجاهها مادام لا تتعرض لشيء. وهناك القوة الفرويدية التي لا تعرف ما تشتهي، الإزاحة، التبديل، التحويل أو شل، أنفسهم لو تطلب الأمر. وهناك القوة النيتشية إلى آخر. فهو زي ما انتم شايفين هو هنا حتى بيقول إن القوات مختلفة في النوع، صح؟ وما بيتكلمش على كمان، بيتكلم على القوة كبرضو مفاهيم للقوة يعني، صح؟ يعني دي أفكار برضو، صح؟ يعني قوة نيوتونية ولا قوة نيتشية ولا دي أفكار، صح؟ وليها أعوانها، وكل ما يكون لها أعوانها أكتر كل ما الفكرة دي بتقوى. ها؟ فالرولاتور بيمشي في السكة دي، بيحط كل الحاجات زي بعض وبيقول ان قوة الاشياء ليها دعوة بان الاشياء بتعمل alliances مع بعض، مش بس الانسان اللي بيعمل alliances مع انسان تاني، والحاجات ليها بتقاوم، ليها resistance. يعني انت ممكن تعمل قرار مثلا، بس القرار ده ان مثلا كل الناس في اسكندرية تقف دلوقتي، مش هيحصل، صح؟ ليه؟ او ممكن تعمل قرار مثلا ان انا ماشي انا هخبط ده واكسره، بس هو له مكونات معينة بتمنعني من هذا، بيقاوم، صح؟ فالارادة الانسانية ما هياش هي الارادة الوحيدة، في حاجات تانية ليها دورها. فاحنا هيحاول يحط بقى كل الاشياء دي مع بعض علشان كل حاجه يبقى ليها دورها، وكل لما حاجه بتريزيست اكتر كل لما بتبقى حقيقيه، وبعد لما doesn't resist عدم المقاومه ما تبقاش حقيقيه، وممكن حاجتين ضعاف جدا يتكونوا مع بعض تبقى حاجه قويه جدا. يعني بيدي مثلا مثال على النيوترون. النيوترون دخلت السياسة، صح؟ عشان في واحد اكتشف النيوترون ده في له دعوة بال مربوط باتوميك انرجي، صح؟ فالنيوترون بقت حاجة صغيرة جدا ليها بتلعب دور كبير جدا بسبب تحالفات حصلت ما بينها وما بين أشياء أخرى. فنقول طب ما ده الإنسان، طب ما في الميكروبس برضو العنوان بتاعه، طب ما الميكروبس دول موجودين، صح؟ ما شفناهمش وبعدين شفناهم وبعدين هما بيأثروا فينا حتى لو ما شفناهمش، صح؟ مش في ناس عيت وماتت. فدي حاجات صغيرة عرفت تعمل alliances مع حاجات تانية، يعني عرفت تعمل علاقات مع حاجات تانية ممكن، وكل حاجة ليها بقى بتعرف تعمل alliances مع حاجات وما بتعرفش تعمل alliances مع حاجات ليها دعوة بطبيعتها. فممكن مثلا حاجة ممكن تعيش في مكان بسهولة أو تتفاعل مع مواد معينة بطريقة معينة. بس حابب بقى أنهي. هو بي 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 عنده بقى الحتة بتاعت الريدكشنز دي، طريقة كتابته مماثلة شوية بالأكسيومز زي بايثاغورس كده ويوكليد، إن هو بيكتب كده زي مبادئ كده، ها؟ بس طبعا مش رياضية. فبيقول لا يوجد شيء في ذاته قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة لشيء آخر،
وده بيرجع تاني لفكرة الأوبجكت. الأوبجكت موجود مش هنصغره مش هنكبره. السماء اللي موجودة فوقينا دي مش هنقول إنها جزء من السماء بتاعت كوكب الأرض، لا، السماء دي في ذات نفسها هي حاجة غير السماء اللي موجودة في حتة تانية لما بنشوفها، تمام؟ هنبتدي نبص بس على العلاقة ما بين الأشياء، بس مش هنربط حاجة لحاجة أكبر منها ومش هنصغر حاجة لحاجة أصغر منها. سوف أسمي هذا المبدأ مبدأ فالكابيلا، ولكنه أمير لا يحكم، لأن هذا فيه تناقض للمبدأ نفسه. فهو عموما فكرة المبدأ، إن أنت بتعمل مبدأ والمبدأ ده زي بيدير بقى الحوار، بيحكم، صح؟ تقول مبدأ والمبدأ ده بتطبقه بقى، بتشوفه هو لو هيطبق. بس المبدأ ده مش كده، المبدأ ده بيحط كل حاجة على نفس المستوى، تمام؟ وبيبص بس على العلاقات ما بينهم والمقاومة ما بين الأشياء. فكل شيء يمكن أن يقاس لكل شيء على كل شيء آخر. دي برضو هو بيحاول، في مقولة قديمة جدا فلسفية يقول لك man is the measure of all things، yeah، صح؟ فهو هنا بيقول لك لا، مش man is the measure of all things، everything is a measure of everything else، تمام؟ مبدأ جديد. وبعدين الحقيقة ليس شيئا ولكنها درجات من المقاومة، تمام؟ كل لما حاجة بتقاوم فهي بتقعد، لما تتكسر عشان جت عليها مواد تانية وفي علاقات مختلفة خلتها ما تكونش قوية فبتختفي مثلا أو بتتحلل أو معرفش إيه، فهي ما بتكونش شيء، فهي ليها دعوة بس بالمقاومة والعلاقات الأشياء ببعضها البعض. آخر حاجة، لا يوجد شيء معروف ولكن يوجد أشياء تكتشف. هو برضو ان انت حتة السبيكولاتيف، ان انت هتبدأ، ان انت مش هتقول ده كرسي ده معرفش ايه، هتقول ان في حاجات معينة، مش هتحدد بقى ده مكوناته ايه وده قوي وده ضعيف وده معرفش ايه، لا، انت هتبص دايما، الخريطة دايما بتتغير على حسب كل حاجة. ممكن حاجة واحدة بس تخش، مايكروب يخش يغير المعادلة. فبس يا ريت ما كنتش طولت عليكم. أنا بالنسبة لي المدرسة دي يعني بالنسبة لي جديدة، يعني أفكارها حلوة، ويا ريت تكونوا استمتعتوا شوية بالأفكار بتاعتها. شكرا للاستماع والصحة مفتوحة للنقاش. Have access to the correlation between thinking and being. هل أقدر أفيو الكويت دي على أن هي محاولة للمرجينج ما بين الإبستيمولوجي والأنتولوجي فلسفي، يعني إنه مرجر لل two aspects دول، ولا موضوع يختلف؟ إن الكوريليشن محاولة أنها تمرج ما بين الأنتولوجي والإبستيمولوجي. أنا مش عارف لو الكوريليشن، هو بيقول إنه التفكير القاري الفلسفي القاري اللي احنا ورثناه مش عارف يطلع بره الكورليت ده، تمام؟ الكورليت ده بتاع الوعيك بالاشياء والتفكير نفسه، فده هم عايزين يطلعوا بره. ده اللي انت بتتكلم عليه ده epistemology، ده اللي هي نظريه المعرفه، theory of knowledge، مظبوط؟ ده هيقع تحت، هتلاقي ان theory of knowledge في الفلسفة القارية مر تحت correlation، علشان هي theory of knowledge of what can we know مثلا، صح؟ مش كانت بيقولك ان في حاجات ممكن نعرفها وحاجات ما نقدرش نعرفها، صح؟ ما نقدرش نعرف the thing in itself، في مربوطة في correlation ده برضو. هو يعني هو بيسوء القوة، واللي هو حضرتك قلت ايه تاني؟ epistemology وontology ولا epistemology metaphysics؟ هو انا قلت على اساس يعني انا ترجمت الكوت، يعني عملت لها interpretation، لان انا مش يعني انا ما قريتش في speculative realism. لا لا مش لازم، هو لو قريت في بس اتفضل. انا اسف اني قطعتك. لا لا مش مشكلة، اتفضل كمان.
لا انا بس بحاول. هو عشان يحصل فكر جديد صح لازم هيكون في استنباط كده. لا هتعمل هتشوف حاجة هتدفاين كذا مفكرين مع بعض او الفلسفة القارية مع بعض هتقر خط كده وتقول في حاجة كومن تمام. فاول لما تقول ان هي دي الحاجة الكومن فيها محدش قال كده قبلك محدش عارف. هو he turned عمل coining لترم قال لك اللي بيميز الفلسفة القارية غير التحليل انها مربوطة بالcorrelation فهم. فهو ده الانجاز بتاع ميسو او دي اهم فكرة تعتبر اهم فكرة عنده ان هو خلاص. طب انت عرفت تقول ان طيب الفلسفة القارية دي محصورة في الcorrelation فدي بداية. انت اول لما هتعرف تقول كده يبقى تعرف تقول طيب هنحاول بقى نطلع بره ده ازاي. بس انت لو ما اخدتش الخطوة دي يبقى مش هتعرف تنتقل او تحدد ان انت بتعمل حاجة مختلفة. تمام. اللي هي recognition للcommon denominator في الcontinental philosophy صح كده؟ ان correlation ده هو اللي بيميز الفلسفة القارية مظبوط ولا؟ distinction قصدك اللي بيميز الفلسفة القارية هو في distinction هو عايز يحدث correlation ولا العكس؟ لا الcorrelation ده هي فكرة. هو بيقول انها بدأت مثلا إيمانويل كانت وهي بتميز الفلسفة القارية بشكل عام بداية من الفلاسفة الفرنسيين اللي هو طالعين من الكول ماسفير. بس بيقول لك ان هو مهما عملت علشان كده لو عايز تفهمها برضو عشان كده هم اختاروا كلمة realism عشان هو لو الفلسفة القارية مش مربوطة بالcorrelation لو هي مش مربوطة بالcorrelation يبقى كنت هتلاقي فيلسوف قاري realist وهو ما فيش فيلسوف قاري realist. مفيش فيلسوف قاري بيقول لك العالم اللي موجود برانا ده موجود في ذات نفسه قائم في ذات نفسه زي ما هو وبس. دايما هيقول لك لا انا ليها العالم ذات برا ده له دعوه بمفهومي عن العالم. اوكي نقطه وصلت. جالي انطباع من كلامك ان يعني انا مش متذكر بصراحه نصا حضرتك قلت ايه بس جالي انطباع ان النقد اللي بيواجهوه ان في بايس في الهيومن بيرسبشن ان ادراكي الحاجات في نوع من انواع البايس. طب انا ادراكي مرتبط بطبيعتي البشريه طب انا مش هقدر انفك منها وما يبقاش في بايس عندي في البيرسبشن فهل في حل للنقطه دي؟ لا هو يعني لا هو في مش بايس as in bias انت عندك bias او حد تاني عنده bias مش البايس ده ما هو حاجة موجودة صح علشان اي تفكير اصلا في افتراضيات والافتراضيات دي هي اللي بتمكن التفكير فهو ما تقدرش تطلع عن bias. بس مش هي دي النقطة. هو النقطة ان هو بيقول لك في privilege للhuman being يعني مش انتروبوسنتريزم بايس بالظبط اجينست انتروبوسس بالظبط. اوكي هو بصراحه يعني هو تعليق اخير هو انا سعيد جدا انك ذكرت اسم ري بريسر لان كنت سعيد الحظ ان انا اقرا له كتاب نيل امباوند بس للاسف ما قدرتش كملته لان هو معقد بغباء يعني ما تقريبا ما كملتش الفصل الاول. فلو حضرتك تقترح حاجة مثلا تبقى راح تكون prerequisite اني اقرا ري بريسر. لا انا ما قريتش الكتاب اللي حضرتك بتقول عليه ولكن لو عايز تقرا كنت ميسو ممكن تبدا فيه مش هتعرف تكمله عشان هو بيخش في حاجات معقده جدا ودايما بقى اللي بيطلعوا من مدارس قويه كده بيخشوا في حته بقى اكاديميه بيكلموا بعض فالواحد يتوه شوية حتى لو أنا دارس فاهم. تمام. هو الموتيف بالنسبة لي كان لقراية ري بريسر أنا آسف على الإطالة
لا لا خالص. هو النب عموما يعني بتتبع مفهوم النايزم بشكل عام يعني. بحاول ان انا اجمع اوكي. ف يعني هو في طبعا تاثير نيتشه في في المدرسه دي ده اكيد. الكتاب نفسه كان فيه ذكر هو جزء عن الهيومن اكستنكشن. فده يعني زي وانت بتتكلم عن حته القاريه مش بتتكلم عن بوست هيومن اكزيستنس بالظبط. وانت بتتكلم ده عمل تريجر في دماغي لعنوان الفصل اللي هو كان بيتكلم عن العالم بعد الهيومن اكستنكشن. شكرا. شكرا ليك. مرسي تاني على العرض. انا كنت حابه اسال حضرتك على يعني حضرتك اتكلمت عن علاقتهم بالفلسفه القاريه وكده بس يعني بالنسبه لعلاقتهم بالفلسفه التحليليه لان انا شايفه يعني ممكن اكون غلطانه في ده في تاثير كبير لفيتجنشتاين في يعني بالذات الكتاب الاولاني بتاع السيره المنطقيه العالم هو كل ما هنالك ان هو بيتكون من مجموعه من الوقائع وكده شايفه يعني هل كتاب حضرتك رسالة منطقية فلسفية. رسالة منطقية. أوكي. يعني هل ده موجود؟ هو ده التراكتيتس. أوكي. هل ده موجود ولا أنا؟ لا ده مش موجود خالص. يعني فيتجنشتاين دائماً هو على الحدود كده. هو درس تحت برتراند راسل في إنجلترا وهو على الحدود ما بين الفلسفة القارية والفلسفة التحليلية. المدرسة اللي أنا بتكلم عليها دي ملهاش دعوة خالص بالفلسفة التحليلية. وتراكتيتس بيتحط في الشق بتاع الفلسفة التحليلية. Philosophical Investigations اللي هو الكتابين اللي بعديهم بيتحط في شق الفلسفة القارية. وده عشان بيتجنشتاين دخل في مفهوم اللغة أصلاً عشان لاحظ إن المنطق يسبقه اللغة. هما بيعترفوا او على الاقل جريد هارمن بيعترف ان في فعلا فرق ما بين الفلسفه القاريه والفلسفه التحليليه. يعني اصل في ناس كتيره بتقول بقى التفرقه دي مش حقيقيه ويعني ايه اصلا ما لهاش معنى يعني فلسفه قاريه يعني انت واحده بتحددها بالجغرافيا والثانيه بتحددها بالمنهجيه ويعني وبعدين هي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية فممكن تكون برضو فيها أبعاد بس هو بيقول لا هو لا هو بيقول فعلا في فرق ما بين يعني طب مثلا ألمانيا اللوجيكال بوزيتيفيستس اللي هم الوضعية المنطقية طب ما دول برضو يعتبروا ناحية الفلسفة التحليلية شوية صح ودول من ألمانيا فما فيش يعني الفروقات دي مش فيه بس هما بيقولوا بقى هما بيبنوا على الفلسفة القارية هو بيقول فعلا في حاجة في الفلسفة القارية بتخليها مختلفة تمام وهو كوينتن ميسو هما كلهم بيتفقوا ان كوينتن ميسو يعني حط ايده على حاجة الكورليشنزم ده قالك هي دي فعلا اللي بتميز او بتحدد الفلسفة القارية واحنا هناخد الفلسفة القارية او لحتة تانية بس فعلاقتها بالفلسفة الحالية لحد علمي لا. مساء الخير انا متشكرة جدا على العرض انا ميادة انا كنت خريجة السنة اللي فاتت قسم فلسفة هنا في جامعة اسكندرية حقيقي احنا مع خالص ما وصلناش ان احنا نوصل للفلاسفة اللي هم في القرن 21 هو ده تقريبا عيب في معظم الجامعات الموجودة في مصر إن هي حكومية بالذات إن هم عندهم يوصلوا لحد القرن العشرين نيتشا وجيلم والظاهراتية تقريبا هو ده الحاجات الأساسية. أنا تقريبا سمعت عن المدرسة دي لما عرفت من سنتين كان ناقد ثقافي اسمه مارك فيشر مات فلما قريت السيرة الذاتية خدت بالي ان هو تقريبا تبع المدرسه ديت وان كان في مسلسل اتعمل اسمه مستر روبوت كان فيه تقريبا تحليل شويه من الجزء ده كنت عايز اعرف هل هي دي اصلا مدرسه ليها تطبيقات يعني هي
هي لها تطبيق في السياسة، لها تطبيق كمنظومة مثلا كرأسمالية أو كده، واللي هي في واللي هي أصلا كلها مرتبطة بالوجود أو بالمفهوم اللي هو اللي هي اللي هو الاعتباطية بين التفكير والوجود. فكنت عايز أعرف هل لها تطبيقات في الاجتماع في السياسة وكده ولا لا؟ بس شكرا. هيبان هيبقى له 10 سنين يعني. يعني اهم مثلا كاتب بيقولوا ان هو في مثلا في القرن العشرين بيقولوا ما من اهم الفلاسفه واهم الفيلسوف مارتن هايدجر، تمام؟ وده كتب كتابه مثلا سنه في العشرينات افتكر 27 او حاجه زي كده. والكتاب ده لحد النهارده له اثر واجيال المدرسة الفرنسية اللي هم دول اتأثروا بيه جدا وترجموه، وده كان ترجم مدرس هايدجر هوسرو ترجم كذا حاجة له. الفلسفة يعني هي الفكرة ان هو انا مهتم بحاجة ظهرت كمان 10 سنين، بس معظم الناس مش هتهتم في حاجة. يعني هو خدي بالك كمان مثلا 50 سنة او كمان 100 سنة ممكن الفلسفة دي ممكن المدرسة دي ما تكونش موجودة، او ممكن تكون بذرة لنوع لتفكير معين عن الواقع جديد، فاهم؟ وناس كتيرة تبتدي تقراها وناس كتيرة تبتدي تكتب عنها وحد يقول لك مثلا طب ايه. يعني مثلا جريم هارمن دلوقتي بيتكلم على الكتاب اللي بيكتبه دلوقتي، في كتاب بتاع روم لاتور اسمه The Politics of Nature، تمام؟ وبرونو لاتور اصلا يعني لو عايزه تخشي بقى في الـ 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 السياسه، في حاجه اسمها The Anthropos، Anthroposism، هو Politics of Nature ده بيتكلم على برضو نفس الحاجه، هو بيحاول ما يحطش الانسان في المركز، تمام؟ ففي حاجات موجودة تانية، فبيحاول يبص في خريطة. يعني المدخل دلوقتي خدي بالك المشكلة دلوقتي في حياتنا هي It's ecological crisis، صح؟ هي دي المشكلة اللي كل حد بيتكلم عليها، إن الأرض فيها مشكلة بسبب الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها والطريقة المادية. في كل شوية بيتكلموا على طب ازاي نحافظ على الارض معرفش ايه، فهو هي دي المشكلة الاساسية. فالسياسة التفكير السياسي دلوقتي اللي هو تعالى مربوط بإيكولوجي، وهو مربوط بمفهوم الارض اصلا. فهو بيقولك ان في مفهوم الارض افتكر بيسميه جايا، تمام؟ بيقول افندم هايبوثيسس مفهوم مشابه للارض، فاهم؟ اصل ذا ايرث مثلا تقولي ذا ايرث، فاهم؟ في بقى المفاهيم العلميه اللي بتيجي، فاهم؟ اصل الارض بتلف حوالين الشمس والارض كرويه ونسبه البحر فيها قد كده ونسبه الارض فيها قد كده، فيها تضاريس فيها جبال، كلها ايه منظور علمي. زمان كان في بقى منظور الكوزموس ومعرفش ايه برضه مرتبط بدي. افتكر دلوقتي في الاتجاه ان هو اصل انت بسبب يعني في ناس بتنقد مثلا الانلايتمنت ده ايمانويل كانت، هو يعني بيقولوا ان هو ممثل الى حد ما the enlightenment. يعني هم سالوه ايه الانلايتمنت، قال لك it's the courage to do what you want to think and make your own decisions without يعني other people. يعني مش بالظبط كده بس ما معناها فيعني بدايه من ديكارت او بتاع الناتج اللي اوروبا عايشه فيه او الناتج الفكري، ان احنا في مشاكل مع الحيوانات ومع الزرع ومع الاشياء، واضحه خلاص، واضحه ان في خلل وواضحه ان في مشاكل، وده نابع ان الانسان هو حاطط نفسه في المركز. فيعني ممكن حضرتك تقري The Politics of Nature by Bruno Latour. شكرا جدا للاستماع.
مبسوط ان في جمهور في اسكندريه بجد. الاسئله حلوه جدا يعني مستواها عالي ومهتمين بمدرسه جديده وعارفين سمعتوا عنها في القاهره برضو ما يعني ما سمعوش. فشكرا جدا للحضور والاستماع.